وقبيل اختتام زيارته للرياض، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية أن مصر قدمت نموذجا تاريخيا لاستعادة مؤسسات دولتها الوطنية بشكل سلمي وحضاري عن طريق تفعيل الإرادة الشعبية الجارفة، مشيرا إلى أن مصر ماضية في بناء مؤسساتها الوطنية من خلال تكريس مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. خلال السنوات القليلة الماضية قدمت مصر نموذجا تاريخيا لاستعادة مؤسسات دولتها الوطنية بشكل سلمي وحضري عن طريق تفعيل الإرادة الشعبية الجارفة التي رفضت جميع محاولات اختطاف الدولة المصرية العريقة وتجريف هويتها الوطنية التي تشكلت على مدار زمان طويل بطول تاريخ مصر الراسخ في الزمن. ويستمر الشعب المصري بعد استعادته لدولته في بناء وزيادة كفاءة مؤسساته الوطنية متقدما يوما بعد يوم على مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.